عشان نطلع رزقتنا. هذا احنا بنعمل مناقيش وبنعمل فلافل وهذول مدبرين حالنا وفي الخيام والميه مش ملاقيينها. بعد ان كان يدير عمله التجاري حولته الحرب الى بائع فطائر. نعيم اللباد تاجر فلسطيني كان يعيش وعائلته حياة آمنة في قطاع غزة قبل أن تنقلب حياتهم رأساً على عقب. قبل الحرب كنت أنا عايش، أنا إلي بيتي، بيتي حوالي 500 متر، عامل فيلا مرتبة، حوالي أرض، عايش برفاهية، أولادي كل واحد له طابق، إخواتي كل واحد له بيت، إن أولادي لهم شقق تانيين، سيارات كل واحد له سيارة. اليوم تبهدلنا، يعني فوق 2 مليون دولار 3 مليون دولار أنا خسرتهم، بضاعتي راحت. 100 يوم غيرت كل شيء. اضطر اللباد وعائلته بما فيها أطفاله وزوجته وأمه وإخوته إلى ترك كل ما يملكونه وراءهم والفرار من شمال قطاع غزة حين بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية. لكن الرحلة لم تكن قصيرة، فقد تنقلوا عدة مرات قبل أن يستقروا في منطقة المواصي جنوبي القطاع إلى جانب عشرات الآلاف من النازحين. طبعاً عمري ما توقعت أني أعمل مناقيش وأبيع وننهان بالشغل والتعب والشقة عشان نطلع لقمتنا. عمره ما توقعنا هذا الإشي، ولا عمرنا أن إجا في بالنا أنه هيك تصير فينا. بصير حروب، بنضلنا في دورنا، بصير قصف، بنضلنا في دورنا، بس نطلع من دورنا ونتهجر وننحرق مالنا وحالنا كله يروح؟ لا، عمره ما إجا في بالنا هذا الكلام يصير. هذا البناء غير المستقر بات منزلهم منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس التي أحدثت دماراً غير مسبوق وسوت أحياء بأكملها بالأرض. وخسر نعيم إلى جانب الآلاف من الغزيين الذين نجوا بحياتهم كل شيء آخر، فأضحوا دون منازل أو أعمال أو أموال، بينما تتزايد المخاوف من مجاعة واسعة النطاق في القطاع بحسب الأمم المتحدة. رند الشيخ، العربية،